انا معزوم على عرس ما شاء الله. نعم والله تخبرون الظروف الصغار تحط العنية. اي ها حطها. لا والله. لا والله هذا فنجالي. لا تحلف هذا فنجالي. نزلوه الصب. لا 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 سلوم سلوم يا ابو صالح. سلام سلوم. لا ما انت مجبر. ما استغفر الله العظيم. لا حول الله يجزاك خير. شوف سليمان ما لها داعي. الا وانا احط العنية في الظرف. اي بالظرف ومستانس وبخوي لي. أيوة. والله وانا اروح حضر العرس وانا اقوم اسلم عليه وانا اعطيه العنية. دخلت يدي مخباي واعطيته. انا ترى لاحظته تقل ضحك وهذا لا ما له داعي. قلت له لها داعي والله. يوم جلست وانا اقدع وتقهوى وبيطلع عود اسنان والله ما ادري ايش بيطلع من مخباي. يوم دخلت كذا مخباي لهذا الظرف القروش ما سلمت يعني. يا ولد وانا افتح الظرف الا هذه الفلوس. يا ولد انا معطي شيء. انا جايب العيد بس ما ادري وش. ما انا ما ادري وش. افتش بطاقاتي افتش اثباتاتي اللي معي. يا ولد انا وش جاي وش معطي. معطي شيء بس ما ادري وش. وقوم افكر وش اعطيت وش اعطيت. رحت وثاني يوم والله اني فكرت بها ونسيت عاد. بس تلحق مش عطيت وش تخبر تصير تسبدك. رابع يوم وهي دق علي وينك ابو فهد. قلت بالبيت. قال زبط الشاي والقهوه الحين جايك. هو نفس العريس. أيه. والله انا زبط الشاي والقهوه الا يوم دخل الا مدخل علي جرجير وبقدونس وبندوره. قلت وش قال هذه ورقه الطلبات اللي اعطيتني. لا 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 الله تراني يوم جيت بمشي ام العيال اعطتني ورقه الطلبات حطيتها عادي ونسيت. اعطيتها للعريس على العريس الضعيف توه اول حياته. جزاك الله خير. قلت جرب جرب الامور.